الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكر المصنف رحمه الله حديثي أبي هريرة فيما يتعلق بصيام يوم الجمعة فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. أول شيء حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. نقول إن هذا الحديث رواه مسلم من طريق حسين الجعفي عن زائدة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث ظاهره السلامة والصحة، ولكن العلماء الأفذاذ كأبي حاتم وأبي زرعة والإمام أحمد قالوا بأن هذا الحديث الصحيح أنه مرسل. الصحيح أنه مرسل، كيف ذلك؟ هذا الحديث الصحيح أنه من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الواسطة بين ابن سيرين والنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أبو هريرة. فالصحيح في الحديث أنه من قبيل المرسل المنقطع. وجاء الحديث من رواية محمد بن سيرين عن أبي الدرداء، ولكن هذا السند لا يثبت لأن ابن سيرين لم يلقى ولم يسمع من أبي الدرداء، فالحديث كذلك من هذا الوجه ضعيف. والإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث معلول، إشارة إلى إعلاله، لأن الإمام مسلم في صحيحه يذكر الأحاديث وتارة يذكر الأحاديث إشارة إلى علتها وإعلالها، ومن هذا الأمر هذا الحديث. والإمام مسلم رحمه الله يذكر هذه الأحاديث المعلولة تارة بعد الأصول، بعد أحاديث صحيحة ظاهرة الصحة، ثم يذكر ما يتابع ذلك ويشهد له إلا أنه معلول. وهذا صنيع الإمام مسلم، ولا إشكال ولا يقدح هذا في صحيح مسلم. أما الحديث الثاني قال: وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة. هذا الحديث كذلك جاء من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالحديث الثاني إن شاء الله صحيح، والحديث الأول من حيث الإسناد ضعيف، إلا أن معناه صحيح كما سيأتي بيانه. الآن قال: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بالصيام. نقول إن المصنف رحمه الله في هذا الكتاب في متنه ومصنفه قال في الموضعين: لا تختص، ولكن عند الرجوع إلى صحيح الإمام مسلم فإننا نجد أن اللفظة الأولى الموضع الأول لا تختص، أما الموضع الثاني فبحذف التاء لا تخص. الآن نتكلم عما يتعلق بصيام يوم الجمعة. نتكلم هل يجوز صيام يوم الجمعة نفلا وتطوعا؟ فنقول قبل أن نتكلم عن هذه المسألة لا بد من بيان ما اتفق العلماء على جوازه فيما يتعلق بصيام يوم الجمعة. اتفق العلماء رحمهم الله على أن صيام يوم الجمعة يجوز في حالة كونه فرضا من رمضان مثلا، يجوز كذلك لمن كانت له عادة، مثلا إنسان عادته أن يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق أن صام وافقت عادته هذه
أن جاء يوم الجمعة منفردا، فهذا كذلك لا إشكال في صومه ليوم الجمعة منفردا. لماذا؟ لأنه وافق عادة له. كذلك يجوز باتفاق أن يصام يوم الجمعة ويصام يوم قبله ويوما بعده أو يوما بعده، فهذا كذلك لا نزاع فيه. كذلك يجوز صيام يوم الجمعة لمن أراد أن يصوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة فوافق مجيئهما يوم الجمعة، فهذا جائز له أن يصوم يوم الجمعة لإرادة صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء، فهذا لا إشكال في جوازه. كذلك مما يجوز صيامه لو أن إنسانا ترتب عليه قضاء من رمضان وقال بأن يوم الجمعة يوم فراغ ويوم راحة يمكنني فيها أن أصوم قضاء عن رمضان، فنقول إن هذا لا إشكال في جوازه. الآن ما عدا هذه الصور التي بينت جوازها ما عدا صيام وإفراد يوم الجمعة تطوعا، نقول إن العلماء في ذلك اختلفوا. فمثلا ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى جواز صيام يوم الجمعة ولو منفردا، فقد ذكر في موطئه أنه لم يبلغه أحد من أهل العلم كراهة صيام يوم الجمعة، بل قال قد رأيت بعض أهل العلم يتحراه ويتقصد صومه فصيامه حسن، فهذا مذهب الإمام مالك، لكنه محجوج بهذه الألفاظ بهذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قيل لو أن مالكا بلغه هذه الأحاديث لقال بها، إلا أنه لم يبلغه هذه الأحاديث. وهذا لا ينقص من قدر هذا العالم الجبل الجهبذ، لا ينقص من قدره، لأن الإنسان مهما بلغ من العلم إلا أن له كبوة، إلا أنه ربما لم يصله بعض الأحاديث وبعض العلم مهما بلغ من العلم. لهذا بعض العلماء وجمهور العلماء قالوا بأن صيام يوم الجمعة منفردا مكروه، ولكن الظاهر والله أعلم أن صيام يوم الجمعة منفردا كما تقدم تحريره وبيانه، صيام يوم الجمعة منفردا فإنه يحرم. ثبت ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه واختيار الشوكاني والصنعاني، ولا يعلم للصحابة لمن قال بتحريمه مخالف، لا يعلم لمن قال بتحريم صيام يوم الجمعة مخالفا، وهذه الأحاديث واضحة الدلالة في حرمته. لهذا جاء من حديث جوير بن الحارث قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وأنا صائمة، فقال لها أصمت البارحة؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وكذلك في الصحيح من حديث محمد بن عباد بن جعفر قال رأيت جابر بن عبد الله يطوف بالبيت، فقلت هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة؟ قال إي ورب الكعبة. كذلك جاء عند الإمام أحمد والبخاري في التاريخ من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه إلا أن تصوموا يوما قبله أو بعده. فهذه الأحاديث دلالتها على حرمة صيام يوم الجمعة منفردا دلالة واضحة، فيحرم صيام يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أو يوما بعده، أو يصام على أساس أن هذا اليوم جاء فيه يوم عرفة أو جاء فيه يوم عاشوراء أو كانت له عادة ونحو ذلك، فهذا يجوز له أن يصوم. أما ما عدا هذه الصور فلا يجوز أن يصوم الإنسان يوم الجمعة منفردا، فلا يجوز ذلك على الصحيح من أقوال العلماء. والحكمة في النهي ظاهرة واضحة، ألا وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه. فالأصل والشأن في الأعياد أنها لا تصام، الأصل في الأعياد أنها لا تصام، لكن تبقى مسألة تتعلق بهذا الحديث، هل يجوز تخصيص بعض الأيام بالصيام أو تخصيص بعض الليالي بالقيام؟
قال مثلا إنسان يخص يوم الاثنين بالصيام، يخص مثلا يوم الثلاثاء بالصيام، لأن يوم الاثنين ورد فضله، لأن يوم الاثنين ورد فضله. الآن يخص يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء بالصيام، يخص ليلة الأحد بالقيام أو نحو ذلك، هل يجوز ذلك أم لا؟ نقول إن الإنسان إذا خص ليلة بقيام أو يوما بصيام فإنه لا يجوز له، فإنه لا يجوز تخصيص ذلك. لماذا؟ لأن تخصيص ما لم تخصه الشريعة فلا يجوز. فلو أن إنسانا خص ليلة من بين سائر الليالي بالقيام أو خص من بين سائر الأيام بالصيام فلا يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه بذلك قد ضاها وشابه تخصيص الشريعة بعض الأيام بالفضل. فالشريعة خصصت يوم النحر، خصصت يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين ويوم الخميس، خصصت هذه الأيام بالصيام. لماذا؟ لأن فيها فضلا اقتضى تخصيصها من بين سائر الأيام. أما لو أن إنسانا خص بعض الأيام أو بعض الليالي بالعبادة دون تخصيص الشرع فكأنه بذلك قد شابه الشريعة في تخصيصها بعض الأيام، قد شابها وضاها الشريعة في تخصيصها بعض الأيام. اللهم إلا أن يستند تخصيصه لأمر معقول، لسبب معقول. مثلا قيل يقول أنا أخص ليلة الثلاثاء بالقيام لأن تلك الليلة أكون فيها مرتاحا، لأن تلك الليلة لا أعمل فيها أي عمل، فيمكنني أن أقوم وأن أتعبد وأن أقوم الليل. فنقول هنا يجوز. لماذا؟ لأنه استند في تخصيصه تلك الليلة بالعبادة إلى سبب معقول فجاز ذلك. أما إذا لم يستند إلى سبب معقول فهنا لا يجوز ذلك، لأنه كما تقدم هذا من البدع، ويكون بذلك قد ضاها وشابه الشريعة في تخصيصها بعض الأيام بعض الليالي لفضلها. فهذا ما يتعلق بحديث صيام يوم الجمعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة فقال وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره الإمام أحمد هذا الحديث رواه أحمد، رواه الخمسة كما ذكر المصنف رحمه الله أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. والعلاء بن عبد الرحمن وإن كان ثقة إلا أنه انفرد بهذا الحديث، فلم يروي هذا الحديث غيره. والعلماء رحمهم الله علماء الحديث يولون مسألة الانفراد ويعتنون بمسألة الانفراد اعتناء عظيما. فالثقة إذا انفرد بشيء لم يتابع عليه ولم يتابعه عليه فإن هذا التفرد يوجب رد حديثه، اللهم إلا إن كان من الأئمة الفقهاء المعروفين كابن شهاب وكإمام مالك وكالإمام أحمد رحمهم الله وكالبخاري، فهؤلاء إذا تفردوا فيقبل تفردهم. لماذا؟ لأن ما هم عليه من الإمامة والثقة قد جبر ما تفردوا به بخلاف ما لم يكن في منزلتهم، فإن تفرده يوجب الشك ورد حديثه، ومثل ذلك هذا الحديث. فإن العلاء بن عبد الرحمن وإن كان ثقة إلا أنه تفرد بل خالف كما ذكر الإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي والأثرم وغيرهم من الجهابذة، قالوا بأن هذا الحديث مخالف لما استفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيامه شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، مفهومه جواز صيام ما عدا ذلك. كذلك جاء من حديث الصحيحين من حديث عمران بن حصين
قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا: هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ أي هل صمت من آخر شعبان شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. فهذا دليل على أن الأحاديث قد استفيضت واشتهرت بأن شعبان يصام أكثره، بأن شعبان يصام أكثره. فكيف يأتي هذا الحديث من العلاء بن عبد الرحمن ويقول فيه إذا انتصف شعبان فلا تصوم؟ فلا شك أن هذا مخالف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيام أكثر شعبان، من صيام أكثر شعبان. ولا بأس أن نقول بقول ابن حبان وابن عبد البر، ورجحه من المتأخرين ابن القيم والحافظ ابن حجر، رجحوا بصحة هذا الحديث، رجحوا صحة هذا الحديث، وقالوا بأنه يجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي تبين جواز صيام النصف من شعبان. قالوا الجمع بين ذلك أن يقال بأن نصف شعبان لا يجوز صومه إلا لرجلين، إلا لمن كانت له عادة أو من صام النصف الأول. قالوا لو أن إنسانا صام النصف الأول من شعبان ثم جاء النصف الثاني من شعبان فيجوز له أن يصوم، أو كانت له عادة إنسان معتاد أنه يصوم اثنين والخميس، معتاد أنه يصوم يوم ويفطر يوم، فهذا قالوا يجوز له أن يصوم النصف الثاني من شعبان. أما ما عاداه ممن لم تكن له عادة ولم يصوم النصف الأول فإذا جاء النصف الثاني فلا يصوم، فإذا جاء النصف الثاني فلا يصومه، بمعنى لم تكن له عادة ولم يصوم النصف الأول فهذا لا يجوز له أن يصوم النصف الثاني. أما من كانت له عادة أو صام النصف الأول فيجوز له إذا دخل النصف الثاني أن يصومه. ولكن كما ذكرت الصحيح إن شاء الله أن هذا الحديث منكر، أن هذا الحديث منكر. لهذا الإمام أحمد رحمه الله قال: إن العلاء بن عبد الرحمن لم يروي حديثا منكرا إلا هذا، لم يروي حديثا منكرا إلا هذا. فالصحيح إن شاء الله جواز صيام النصف الثاني من شعبان سواء كانت له عادة أم لم تكن له عادة، سواء صام النصف الأول أو لم يصم النصف الثاني وهذا الأمر هذا فيما يتعلق بالتطوع. أما مثلا إنسان عليه قضاء من رمضان وهو في شعبان فهذا يجوز له أن يصوم النصف الثاني باتفاق العلماء، بل يجوز له أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. لماذا؟ لأن هذا يتعلق بالفريضة، لأن هذا يتعلق بالفريضة. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث الصماء بنت بوسر رضي الله عنها فيما يتعلق بصيام يوم السبت، هذا إن شاء الله نأتي عليه الحصة المقبلة. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.